الظروف اللي نعيشها من أزمات اقتصادية، أزمات سياسية، صار الشاب العراقي عنده طاقة سلبية هواية من أول ما يطلع من البيت إلى ما يرجع، فيحتاج إلى كتب تنمية بشرية. هذه الكتب توفر له طاقات إيجابية، توفر له ممكن أمل وتخليه يبتعد عن اليأس. فتشوف الشباب أكثر شيء يجون يشترون من عندي كتب التنمية البشرية، كلش مهمة خاصة بخبراء علم النفس. طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة التعامل مع الوضع الصعب اللي نعيش به، طريقة تجاوز المحنة والصعاب، فهذه الكتب أكثر شيء هي المتداولة. يعني رغم كل شيء، رغم أنه الكتب موجودة مجاناً الآن، مسموعة تقدر تسمعها، تقدر تقراها مجاناً بدون ما تدفع أي مبلغ من المال، على الرغم من هذا الشباب لا، عشاق للكتاب، بعدهم يلقون أكو سحر وعشق لهذا الكتاب أنه يقرونه وهو بين إيديهم، يكون رفيق لهم، صديق لهم.